مرحبا أصدقائي الرائعين، أتمنى أن تكونوا على أتم ما يرام. أنا صديقكم هشام بوتان، وكأي طفل آخر درست التاريخ وكأنه شيء مقدس، فكان الماضي بالنسبة لي كله أمجاد وفخر وأخلاق وعفة، إلا أن أول مواجهة حقيقية لي مع التاريخ كانت في بدايات الشباب، عندما قرأت لأول مرة كتاب تاريخ الخلفاء للسيوطي في تسعينيات القرن الماضي، وهو الكتاب الذي اعتمدته في هذا الفيديو كمصدر مع مصادر أخرى بالتأكيد. وقد أصابني تاريخ الخلفاء بالدهشة حين قرأته لأول مرة، كيف أن هؤلاء المقدسين قد قتلوا بعضهم البعض، نهبوا وسلبوا وأبادوا أمما وشعوب. وبطل حكايتنا اليوم أو بطلة حكايتنا اليوم كانت من المظلومين أيضا في بداياتها، إذ تم نهبها من أهلها وصارت سبية من سبايا الحرب. أما الأصدقاء المعترضون على تسمية سبية فأقول لهم بأن السبي في الإسلام يعتبر من جملة غنائم الحرب، وهو موجود حتى من قبل الإسلام، وفي بعض الغزوات أو الفتوحات الإسلامية كان عدد السبايا كبير لدرجة أن يتم توزيعهن على الناس. نعم، يتم توزيع النساء على الناس كهدايا، من كانت له سبية فهي تصبح مملوكة له بملك اليمين، ويجوز له وطئها أي ممارسة الجنس معها دون الحاجة للزواج. وقد حلل رجال الدين ممارسة الجنس مع السبية بالاستناد على الآية 24 من سورة النساء، والتي تقول: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي لا يجوز ممارسة الجنس مع المحصنات من النساء، ولكن يجوز مع ما ملكت أيمانكم. وجاء ذكر ملك اليمين في أماكن أخرى في القرآن، مثل سورة المؤمن الآية 65: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وتجمع جميع المذاهب الإسلامية على أن ملك اليمين يعني العبد والجارية، السبي والسبية، الذين يتم استعبادهم بعد قتل رجالهم أو أسرهم، ويعاملون معاملة الغنائم والأموال كأن يعرضوا للبيع أو المقايضة. فالسبية ملك لسيدها الذي يجوز له فعل ما يشاء بها، بل ويستطيع إهداءها لمن يشاء، والجنس ممكن برضاها أو عدم رضاها، ودون الحاجة إلى أي عقد زواج أو ما شابه، باعتبارها ملكا شخصيا وامرأة ليست حرة نفسها. وتجمع المذاهب الإسلامية من دون استثناء على تعريف السبي على الشكل التالي: السبايا هم نساء وصبيان غير المسلمين، إذ ظفر المسلمون بهم أحياء. لماذا هذه المقدمة عن السبي قبل الدخول في قصة الجارية شغب؟ ببساطة، لأنها سبية وقد سباها المسلمون في معاركهم ضد الروم اليونانيين، وقيل بأنها من الأتراك الذين لم يكونوا قد دخلوا الإسلام، فصارت زوجة لخليفة وأما لخليفة. لنبدأ الحكاية مع تذكير بسيط بالاشتراك بالقناة إن لم تكن مشتركا بعد. يلا نشوف. لا يختلف تاريخ حكام المسلمين من خلفاء وسلاطين وملوك كثيرا عن باقي الحكام في التاريخ، إذ شهدت قصورهم شتى أنواع المؤامرات والخدائع من أجل السلطة، وإن كان من خلال قتل الآباء أو الإخوة، بل وحتى قتل الأبناء لضمان الحكم. وقصتنا اليوم وقعت في عهد العباسيين، وبدأت في عهد الخليفة العباسي المعتضد بالله، الذي حكم مدة 10 أعوام من العام 279 هجرية وحتى العام 289 هجرية، وهو أحد الخلفاء الذين أعادوا للعباسيين هيبتهم وقوتهم بعدما دخلت دولتهم في طور من الضعف والاستهانة من قبله. حصل الخليفة على جارية كهدية من إحدى سيدات بغداد، ولا تذكر المصادر هل اشترتها السيدة من سوق النخاسة أم أنها حصلت عليها هي الأخرى كهدية من هدايا الحرب،
إلا أن المؤكد بأن الخليفة قد أعجب بها أشد الإعجاب، وصارت من أكثر الجواري حضوراً في مجالسه، فقربها المعتضد منه أكثر فأكثر يوماً بعد آخر، حتى استطاعت بفطنتها وبذكائها الشديد أن تجعله يعتقها ويتزوجها، فصارت شغب من أحب زوجات الخليفة لقلبه بعدما كانت من أحب الجواري. كانت شديدة الحيلة والدهاء، لذلك أطلق عليها زوجها المعتضد لقب شغب، وقيل بأنها أنجبت للخليفة ولدا أطلقوا عليه اسم المقتدر بالله. كان المقتدر طفلا مشاغبا جدا، دائم الصراخ مثيرا للفوضى أينما حل، فأطلق عليه والده الخليفة اسم شغب، لذلك أسمى المعتضد زوجته بشغب أيضا. لم تكن شغب تملك نفوذا خارج القصر في زمان زوجها المعتضد الذي عرف بقوة شخصيته وهيبته، ومع ذلك كان لها تأثير عليه، إلا أن قوتها الحقيقية وسيطرتها على مقاليد الحكم وعزل ولاة ووزراء وتنصيب آخرين بدأت بعد وفاة زوجها المعتضد في العام 902 ميلادية، حينها كان الابن الأكبر للمعتضد المكتفي وليا للعهد، وهو الذي صار الخليفة من بعد والده، إلا أنه توفي بعد سنوات قليلة، فصار المقتدر ابن شغب خليفة للمسلمين. كان المقتدر بالله بعمر 13 عاما عندما صار خليفة المسلمين، مراهق لا خبرة له في السياسة أو الحكم، فتسلمت أمه شغب زمام الحكم لا في بغداد فقط، بل في الأصقاع التي كانت تحت حكم العباسيين، لتصبح الآمرة الناهية في كل صغيرة وكبيرة تخص الحكم، فتعزل وزراء وقادة جيش وتولي آخرين بدلا منهم، بل وحتى كتاب الدواوين والوظائف البسيطة كانت شغب هي من تختارهم. وبدلا من اسمها القديم الذي كان يناديها به الخليفة الراحل، صار الناس ينادونها بلقب السيدة، السيدة قالت والسيدة ذهبت وهكذا، لم يعد أحد يقول شغب، إلا أنني سأستمر بتسميتها بشغب في هذا الفيديو. أنشأت شغب لنفسها بلاطا موازيا لبلاط الخليفة، فلم تكن تستطيع أن تجلس على عرش الخليفة، لذلك صار لديها ديوانها الخاص ووزيرها الذي يساعدها، وعينت لنفسها قهرمانة، والقهرمانة لقب يطلق على جارية تتسلم مسؤولية كبيرة في القصر، فصارت جارية تدعى ثمل بمثابة كاتم أسرار شغب. أعرب الكثير من قادة الجيش والمسؤولين الكبار في الدولة العباسية عن سخطهم من أن تقودهم امرأة كانت سبية بالأصل، لذلك تآمروا عليها بقيادة الوزير العباس بن الحسن، فاستطاعوا خلع ابنها المقتدر عن الحكم، ونصبوا الشاعر العباسي عبد الله ابن المعتز بالله، وكادوا أن يقتلوها، إلا أنها استطاعت بحنكتها ومكرها أن تستعيد العرش منهم بعد مرور يوم واحد فقط، إذا استطاعت شغب كسب العديد من القادة والرجال لصالحها بعدما أنفقت عليهم أموالا طائلة، حيث كانت من أثرى أثرياء الدولة العباسية. وعلى رأس الرجال الذين ساعدوا شغب في استعادة عرش ابنها وجد رجل اسمه بالحسن علي بن الفرات، كان رجل دولة وإداريا محنكا ذو مكانة وسمعة طيبة بين رجالات الخلافة وقادة جيشها، وصار ذا شعبية أكبر بعدما ساعد شغب في تجنب الانقلاب، وهذا ما دفع شغب للخوف منه، فكانت ترى فيه الرجل الوحيد القادر على إحداث انقلاب آخر ضدها وضد ابنها الحاكم، رغم أنه كان شديد الولاء لها ولابنها الخليفة، إلا أنها لم تكن لتسمح له بأن يمتلك قوة وشعبية في الدولة، لذلك وضعت له فخا بالاتفاق مع قادة الجيش من الذين لم يكونوا يحبونه، فاتفقت معهم على أن يتقدموا بشكوى ضده يتهمونه بالفساد والإثراء على حساب الجيش والدولة،
فأمرت شغب حرسها الخاص أن يلقوا القبض على الوزير ابن الفرات، ووضعته بالسجن بعدما صادرت جميع أمواله، بل وأمرت بنهب منزله أيضاً لتجعله عبرة للآخرين. فعينت بدلاً منه أحد رجالاتها المخلصين، وهو محمد بن عبيد الله بن خاقان، الذي عرض عليها 100,000 دينار مقابل الوزارة. وبعد مدة من الزمن شاهدت شغب الوزير بن خاقان يغتني ويحقق نفوذا وسط الجيش والإداريين، فتآمرت عليه هو الآخر وعزلته وصادرت أمواله أيضا. فعينت بعده الوزير علي بن عيسى، الذي كان رجلا بسيطا متواضعا عالما في شؤون إدارة البلاد، كان كثير التودد بل وربما التملق لشغب، إلى درجة أنه كان يلقبها بشتى أنواع الألقاب الطيبة عندما يخاطبها، ورغم ذلك لم يسلم من بطشها وجبروتها ولسبب تافه. ففي إحدى الأيام ذهبت القهرمان الثمل كاتمة أسرار شغب والقائمة بأعمالها الإدارية، ذهبت إلى الوزير علي بن عيسى لتسأله توفير احتياجات عيد الأضحى، فوصلت ديوانه وهو نائم، فطلب مساعدوه من القهرمانة أن تنتظر حتى يستيقظ، وغضبت القهرمانة وعادت تشتكي الوزير، فأمرت شغب بعزل الوزير علي بن عيسى وسجنه أيضا. كانت شغب حاكمة فاسدة تقبل الرشاوي وتستحوذ على أموال الناس لأبسط الأسباب، ورغم ذلك كان لها دور كبير في الحرب ضد القرامطة، الذي سأعمل فيديو عنهم قريبا. كان الجيش العباسي يعاني من نقص في العدة والعدد في حربه ضد القرامطة، لذلك تبرعت شغب من مالها الخاص 500,000 دينار لصالح تطوير الجيش، وهو مبلغ كبير جدا بمقاييس ذلك الزمن، فاستطاعت أن توفر الدعم اللازم لهم للانتصار على القرامطة. ومن أغرب قرارات شغب أنها عينت قهرمانتها ثمل في منصب قضاء المظالم، فصارت الجارية ثمل قاضية على بغداد، فكانت تجلس بجانب الرصافة من بغداد في كل جمعة لتقرر في شؤون الناس وخلافاتهم. لم يرضى الناس بها في البداية، إلا أنهم مع مرور الأيام صاروا يتقبلونها بعدما أحضرت القاضي أبا الحسن مساعدا لها. ساءت الأوضاع كثيرا في عهد الخليفة الشاب المقتدر بالله بسبب ضعفه وكثرة تدخل والدته شغب وجواريها في أمور الحكم، وكانت شغب تزداد قوة يوما بعد آخر، حتى جاء اليوم الذي دخلت فيه في خلاف شديد مع قائد الجيش مؤنس المظفر، وحاولت مع ابنها المقتدر أن يتخلصا منه بعزله، إلا أن المظفر كان قائدا محنكا لم يقبل بقرار العزل، وبدلا من ذلك صار يعبئ القادة الآخرين ضد الخليفة وأمه، فصاروا يعلنون رفضهم لحكم الجواري. دخل المظفر في مواجهة مع شغب وابنها الخليفة ليحافظ على منصبه، إذ أنه كان من أشد المخلصين لها قبل الخلاف، الذي تطور حتى أعلنها المظفر عصيانا مسلحا ضد المقتدر وأمه، فصار معظم الجيش مع المظفر، ولم يبقى للخليفة المقتدر سوى عدد قليل من القوات، فطلب من أمه شغب أموالا ليوفر المزيد من الرجال والأسلحة، إلا أنها لم تقبل أن تضحي بممتلكاتها، ظنا منها بأن الناس سيؤيدون ابنها الخليفة ضد الثوار، إلا أن الذي حدث أن قتل الخليفة المقتدر على يد الخارجين على أمره، والذين كانوا قادة جيشه قبل زمن قصير. ويذكر كتاب تاريخ الخلفاء للسيوطي بأن أحد جنود مؤنس الخادم هو من قتل المقتدر بالله سنة 320 هجرية. أما شغب فقد ألقي القبض عليها بعد نجاح الانقلاب، وصار محمد القاهر بالله خليفة للمسلمين، فقام بإهانة شغب وسجنها وتعذيبها، وأذلها منتقما شر انتقام لسوء معاملتها له في السابق، وعذبها عذابا شديدا ليعرف منها مكان أموالها وذهبها المخبأ،
فاستمر التعذيب لأيام حتى اعترفت شغب بمكان الأموال والذهب، وحتى بعد ذلك لم يتوقفوا عن تعذيبها، إذ ماتت بعد 10 أيام معلقة على شجرة في دار من دور الخلافة. قتلت شغب بعد مقتل ابنها، والخليفة القاهر الذي جاء بعده عرف بسفكه للدماء وبسيرته السيئة. فهل تعتقد بأن التاريخ مقدس أم أنه سلعة بيد الحكام والسياسيين لتحريك الشعوب لمصالحهم؟ شاركونا آراءكم أصدقاء الرائعين، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. كنت معكم هشام بوتان، شكرا على المشاهدة، دمتم طيبين.